مش عارف. اوكي فيها هيك فيها هيك تمام. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد موبيك مقطع جديد في المقطع دوت حل هايبريوم كلاينت. ياب خليكم على المقطع. طبعا اول حاجه كده انا هاجي اشرح المودات بس كده عشان ايه تبقى سهله يعني، وهقول لكم تنسخوا الاعدادات بالظبط وكده وهتبقى سهل عليكم يعني، وهيبقى الحوار قوي حلو قوي تمام. فيلا اول حاجه طبعا نخش على السيتنجز بتاعت هايبريوم. فكك من الكوسماتكس دي وهتروح على جنرال، هتعمل نفس الاعدادات دي. البلور باك جراوند اكيد كلكم عارفينها يعني او اغلبكم عارفينها. الفاير هايت دي اللي هي النار اللي بتبقى هنا كده، النار لو انت الريسبك بتاعك بيغطي على الشاشه كلها فانت تغطي فما تحطهاش تمام. الحاجات دي بقى كلها هولد ريسبكتيف كي اهو انسخوا يعني، حطوا نفس الحاجات دي بالظبط تمام. فيب نروح هنا عند هاي بيكسل. طبعا ويلكم تو هاي بيكسل زو دي انا هكونكت وبتيجي تخش تاني. بص بس ملهاش فايده يعني، فانصحك تقفلها يعني ملهاش اي لازمه. الحاجات دي سيبل ارمور مش عارف ليزر ارمور دي اقفلها واعمل نفس الاعدادات دي تمام. امبروفز واعمل الحاجات دي برضو. الاف بي اس ليميت هنا خليه 30، دي اللي هي اف بي اس ليميتر ان ليمبو. تعمل سلاش ليمبو تروح ل اف كي، هنا بيثبت لك فرماتك 30. طبعا زي ما شايفين فرمات هي على الجنب فبيثبتك فرمات 30، فدي حاجه حلوه جدا يعني انك لما تبقى قاعد اف كي فهو كده مش هيستهلك من الجهاز او مش هيستهلك اي حاجه من موارد جهازك او كده، فدي حاجه حلوه جدا فاكس انك تفتحها يعني. تروح مثلا على اللوبي سكايورز، فتروح على اللوبي عادي اعمل نفس الاعدادات دي برضو، اعمل كل اون ما عدا دي. وتعالى هنا الباك جراوند اعملها 4 والكونفرنس كونكت اقفلها واقفل دي بس وكده. تروح على المودز هنا انيميشنز افتح كل حاجه، والاوتو جي جي افتحها، والاف او الاف او في مود فور دي اعملها كده، اعمل كل حاجه صفر. بريدج بلاي اقفلها وحشه، والسيت بار مود اللي هو البتاع اللي في الجنب ده هنا على سلاش كي ستروكس مود. اوكي دي اجمد كي ستروكس انت ممكن هتشوفها، كل حاجه انت عايزها عندك. الشوز سبيس بار حطها لو عايزها، عندك دي اللي هتبين السي بي اس ولا لا يعني. بص لو شطرنا مثلا بص كاتب السي بي اس، فبس يعني الشو اف بي اس اعملها تمام. خلصنا كده من كي ستروكس. ممكن بقى تروح على مود تاي، تيجي هنا على هايبريوم سيتنجز، تيجي على فانيلا انشانتد، تعمل نمبر بينج وتعمل كل حاجه اون لحد شو ارمور بروجكت بروتكشن ان انفنتوري، وتقفل بقى الباقي ده. او الهوت بار كيز اللي عايز تفتحها اللي هي الارقام اللي تحت دي اهو يعني ما بحبهاش يعني، انا عن نفسي انا ما بحبهاش. فبس يعني ده كده كانت شرح المودات. يلا خش بقى كده على جام سكايورز نجرب المودات تمام. دي اللي بيجيب لك الاستاتس بتاعتك الكلات والاوفر ريل ريتنج ومش عارف ايه الحاجات دي، فلو بتحتاج يعني انا قلت لكم افتحوها. فلو كده اسمها اوفر ريل ستيت بوزيشن تمام. عايز تقفلها مش عايز عايز اعمل انت عايزه تمام. طب هنروح هنا تمام كده. طبعا هنروح للاخ ده كده مع سترينس اكيد، فهنغدر فيه كده تمام. ده اوف ام ال جي كي في لاك. بصوا يا جدعان اليومين دول كده هيبيكسل ملاجلك فيب اوف كومبو. تعالى معايا سترينس اوف هيقتلني رب الكعبة هيقتلني. يا عم يا ابن النوبة. اوكي ويلكم باك بالجيم التاني، هنحاول نجيب وين الجيم ده. لو مجبناش وين ده يعني هنلعب كده جيمين وهطلع اوريكم بس ايه كلاينت وكده. طبعا برضو انا قلتلكم في الجيم الاول على حوار الضرب ده، بصوا الضرب كده شكله جامد بصراحة يعني هيعجب اغلب الناس. يوب تمام هنروح كده ندرعم ماشي في الواد اللي جنبنا درعم، هندرعم الاخ ده تمام.
شلناه. تمام معلش يا جدعان انا مركز بس عشان ايه. يب فالوقت راح فين انا مش عارف. اوكي في هاك في هاك تمام انا مش ماشي. اوكي هنا نكون وصلنا لنهايه المقطع. ما تنساش اللايك وشير وسبسكرايب. محمد الموبي.